السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم هو طاجين ديال اللحم باللوبيا الخضراء اللي كيجي رائع بزاف. طريقة التحضير ديالو سهلة وكذلك المكونات. تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. وغادي نبداو على بركة الله. غناخدو الطاجين ديالنا، غنضيفو فيه زيت الزيتون، غنزيدو عليه من بعد واحد البصله مشلضه رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا، غنزيدو معاه جوج دروس ديال الثومه، كنقليو هذيك البصله واحد شويه العافيه تكون مهيله. من بعد ما تقلات لنا البصله غادي نزيدو دابا اللحم، الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد اللي عندكم. غادي نخليه يتقلى مع ديك البصيله، غادي نزيد كذلك مطيشة واحدة محكوكة، وغادي نبدا نزيد دابا في العطرية ديالي هي الملحة اللي كتبقى على حسب الذوق. غادي نزيد شوية ديال سكنجبير، معلقة ديال سكنجبير، كنزيدو كذلك معلقة ديال الكركم، غادي نزيد شوية ديال الفلفل الأسود ولا الإبزار، وغنزيد كذلك معلقة صغيرة ديال راس الحانوت. غنزيد كذلك هنا واحد زوج معالق كبار ديال القزبر المعدنوس، كنخلط دوك العناصر بعضياتهم حتى كيتشحر ليا داكشي مزيان وكيتقلى. كيف كتشوفوا معايا غادي نزيد واحد هنا واحد كاس ديال الماء يكون طايب، غير كاس صغير ماشي كبير، وكنخليه حتى كيطيب ليا عاد باش كنزيد الخضره. كيف ما كتشوفوا هنا ملي تقريبا طاب ديال اللحم، حقاش اللحم كياخذ الوقت على اللوبيا، اللوبيا في ساعه كطيب ما كتاخذش الوقت، داكشي علاش كنخليه بوحدو عاد باش كنزيد الخضره من بعد. هنا أزيد ديك اللوبيا ديالي، كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نزيد هنا طماطم قطعها دوائر، كيبقى لكم الاختيار لبغيتو تزيدوا معاه شي حاجه اخرى، لبغيتو ديروا الزيتون ولا اللي بغيتو، المهم انا خليته غير باللوبيا ومطيشه. صافي غنسد على الطواجين ديالي حتى يطيب، ما غنزيد لا ما لا والو حيت ديجا اللوبيا كتطلق الماء ديالها. وها هو الطاجين ديالي كيف ما شفتوا طاب ليا وجد في ساعة ما كياخذش الوقت بزاف وكيجي لذيذ كذلك. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا على حسن المتابعة، ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات. خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله.